وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة الأستاذة دلال الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، عضو البرلمان العربي. أهلا بك سعادة الأستاذة في نشرة الثامنة. بالنظر لأهمية التوجيهات الصادرة بتعديل قواعد حوكمة الشركات لتمكين المرأة، كيف تبرز جهود مملكة البحرين للنوعية في المحافل الإقليمية والدولية؟ أيضا ما هو موقف البرلمان العربي من اقتراحكم بتبني مفهوم التوازن بين الجنسين في أعمال اللجنة المختصة بشؤون المرأة؟ في أولى جلسات البرلمان برئاسة السيد عادل عسومي رئيس البرلمان العربي، استعرضت ما صدر مؤخرا من إجراء بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفق المبادرات التي يعمل عليها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة خديجة بنت إبراهيم آل خليفة، حيث جاءت التوصية بضرورة مراعاة تمثيل المرأة عند تشكيل مجلس إدارة الشركات المساهمة، وجاء ذلك لدعم تواجد المرأة في تلك المجالس. فبينت للبرلمان العربي اليوم كيف هذا مثل نوعية مثل هذا القرار كآلية نوعية متقدمة تصدر في ظل أيضا ربطها بالإفصاح عن الإحصائيات العضوية المصنفة بحسب الجنس في مجالس إدارتها ضمن التقرير السنوي الذي يقدم منها. هذا بصراحة يعني رحبوا في أعضاء البرلمان باعتباره تدبير نوعي متقدم على مستوى الدول العربية، وطلبت من اللجنة المختصة في الشؤون الاجتماعية والمرأة بأن تدرج مثل هذه النوعية من القرارات التي تؤخذ من أعلى مستوى أيضا وتصدر بشأنها توجيهات ليعمل المختصين على إنفاذها وتوجيه بالعمل بموجبها. وأيضا ناقشت موضوع الأخذ بمبدأ التوازن بين الجنسين اللي عمل عليه حقيقة المجلس الأعلى للمرأة كمؤسسة رسمية، ونعتز أن اليوم أصبح المجلس الأعلى للمرأة بكوادره الأمانة العامة والأخت هالة الأنصاري، وما يبذل من جهد كبيت خبرة في المجالس والمؤسسات المعنية بحقوق المرأة على المستوى العربي وكذلك الدولي، وأن يتم الاسترشاد فعلا بالجهود والأمور التي تم اتخاذها في مجال التوازن بين الجنسين، وأن المعيار أصبح هو التنافسية المرتبطة بالأداء في كافة القطاعات، ولاقى هذا الاقتراح موافقة اللجنة المعنية عليه وتم الموافقة عليه. نعم، من القاهرة سعادة الأستاذة دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عضو البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.